لما جيت اعمل بيت ليا انا متطلباتي اتغيرت شويه في فكره الالوان والماتيريالز، فببقى عايز ارجع البيت عايز هدوء شويه، عايز مش عايز اشوف ماتيريالز كتير، مش عايز اشوف الوان كتير، عايز عيني ترتاح. الماتيريال بورد اللي انا هشتغل بيها جوه البيت، وهي كانت حاجه بسيطه جدا، من عباره عن خشب على لونه، وبقيه الالوان كلها الشيدز بتاعت من اول الابيض لحد البني، هتلاقي كلها الوان يعني جايه من الطبيعه، كلها حاجات جايه من الارض. حاولت استخدم برضو الكيرفات اكتر، هتلاقي كل الفرنتشر مفيش حاجه فيه شارب ايدج صريحه. هتلاقي الترابيزه مثلا الكافي تيبل واخده كيرفات، الكنبه هتلاقي فيها المود الفلافي، محطوط كوشن مدوره، ليه انعكاس في الطاقه برضو، يعني بيزود طاقه المكان، لان الشارب ايدج ده بيقلل شويه من الطاقه الايجابيه في المكان عامه. يعني الكانيه اللي هو في الدرف ده يعتبر من الحاجات السيجنتشر في البيت كله، مستخدمه في المطبخ في الكراسي، فبتدي احساس كده ان في هيستوري في المكان. كمان الحمام عندنا انا عملته وان ماتيريال، يعني ما حبيتش استخدم فيه تفاصيل كتير او ووتر جيت او كده، استخدمت الرخام الترافرتاين. ومن اكتر الحاجات اللي بشوفها ناجحه في البيت الصغير اللي احنا عملناه ده، ان هو اي حد بيخشه بيحس البيت ده واسع جدا، لان احنا حاطين الفرنتشر في اللوكيشن بتاعتها المظبوط، دارسين ممرات الحركه اللي تديك الاحساس بالوسع عشان البيت يخش له روح. كان الزرع كان عنصر مهم قوي، ففكره ان يبقى في زرع في الريسبشن، زرع حتى حاولنا نحطه في الفرنش ويندو اللي هي قدام الازاز، الحاجات دي كلها بتبقى بتساعد بقى ان البيت يبقى استخدامه اسهل واحسن.